تتحول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشير تقارير أمريكية إلى تحسن الاقتصاد الأمريكي تدريجيا، وذلك وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار. للمزيد ينضم إلينا من واشنطن كريم يسري مراسل إكسترا نيوز. كريم، فيما يتعلق بتحسن الاقتصاد، وكانت من ضمن أجندة أو خطة بايدن حينما كان مرشح للرئاسة الأمريكية كان الاقتصاد الأمريكي، وكان أيضا رفع الضرائب من جهة أخرى. ما هي تفاصيل ما يحدث الآن من حيث مؤشرات اقتصاد أفضل للولايات المتحدة الأمريكية مع مخاوف من ارتفاع الأسعار؟ تفضل كريم. كما السيد جيروم باول وهو رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي اصدر تقارير متفائله بشان عوده تدريجيه للاقتصاد الامريكي او تحسن تدريجي للاقتصاد الامريكي تزامنا مع ارتفاع كافه الانشطه التجاريه والصناعيه والترفيهيه. بالنسبه للارقام تشير الاحصاءات الى ان يعني النمو الاقتصادي هذا العام متوقع وصوله الى 7%، وايضا على مستوى البطاله التي يعني ربما وصلت الى نحو 9%. اصدر هذا في خضم هذا التقرير نجد في تفاصيله ان عوده البطاله الى ما كانت عليه وهي نسبه 3.9% ستكون يعني في عام 2023. وصلت نسبه البطاله في فبراير 2020 الى نحو 3.9%، وهي كانت يعني اقل نسبه بطاله تحدث منذ نحو 50 عاما. وبالتالي العودة أو الهدف الأساسي للإدارة الأمريكية الحالية والوصول لتلك النسبة بحلول عام 2023. إذ ما أشرنا أيضا إلى أن هناك بعض التخوفات لدى المجتمع الأمريكي من الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار والتضخم، حيث شرح السيد باول وذكر بأن تلك المخاوف ليست مقلقة بالنسبة للقائمين على الهيئات المالية الأمريكية، نظرا إلى أن نسبة التضخم حتى الآن متحكم فيها إلى حد ما. يعني ذكر بأن ارتفاع الأسعار وصل إلى نحو 5% على مدار هذا العام، وهي نسبة مقبولة نظرا ليعني الآثار السلبية بسبب انتشار جائحة كورونا. تحدث بأن تلك الحلقة المفرغة المتعلقة بأن الموظفين سيطالبون برواتب أعلى بسبب ارتفاع الأسعار، ما سيضطر الشركات الأمريكية الاستجابة لتلك المطالب، وبالتالي ترتفع أيضا أسعار الاستهلاك أو أسعار السلع، وبالتالي تكون حلقة مفرغة من يعني التضخم في الاقتصاد الأمريكي. ذكر بأن كل تلك التوقعات هي يعني غير حقيقية أو غير متوقعة بالنسبة للإدارة المالية الأمريكية، وتوقع بأنه بحلول عام 2023 سيكون وضع الاقتصاد الامريكي افضل كثيرا، او بحلول نهايه هذا العام يعني سيكون هناك تحول كبير في الاقتصاد الامريكي. نظرا اننا يعني في تلك الاوقات هناك تقارير تشير ان هناك على مدار هذا العام والعام القادم ازمه سكنيه بسبب ارتفاع اسعار الايجارات، وايضا ارتفاع اسعار المنازل لمن يشترون المنازل بالمره الاولى، لان المنازل ارتفعت بنسبه 10% وهي نسبه كبيره للغايه، تسبب بها بالتأكيد الاحتياطي الفيدرالي حينما يعني قلص من أسعار الفائدة إلى 2.8 بعد أن كانت تتراوح بين 4 و5% على مدار السنوات الماضية، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المنازل بسبب إقبال المواطنين عليها وقلة المعروض منها على مدار العام الماضي. كل تلك المشكلات الاقتصادية يحاول بايدن بشتى الطرق معالجتها، بدأها بالتأكيد في الحملة الخاصة بالتطعيم بلقاحات كورونا والوصول إلى الهدف تطعيم 70% وإعطاء الجرعة الأولى ل 70% من المواطنين الأمريكيين، بفتح كافة الأنشطة التجارية والترفيهية والصناعية في الولايات المتحدة. وأعتقد أنه على مدار الأشهر القادمة سنرى يعني خطابات كثيرة لبايدن تتحدث عن التطور في الاقتصاد أو التحسن في الاقتصاد الأمريكي. اليوم في البيت الأبيض اجتمع الرئيس جو بايدن مع القائمين على الهيئات المالية الأمريكية للوقوف على أوضاع الاقتصاد الأمريكي والتعرف بشكل مباشر
على الأرقام الخاصة والإحصاءات الخاصة. كريم، من الواضح هناك تفوق هائل فيما يتعلق بعمليات التطعيم في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل هناك أي مخاوف متعلقة بمتحورات جديدة كما هو جاري في الغرب في الولايات المتحدة الأمريكية؟ على سبيل المثال طبعا يعني المتحور الأضخم دلوقتي والذي يسبب رعب بشكل كبير متحور دلتا، هل هناك أي حديث بشأن ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني بالتأكيد ظهر الرئيس الأمريكي في خطاب مباشر للمواطنين الأمريكيين أول أمس، تحدث عن أن بحلول الرابع من يوليو القادم تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الوصول إلى إعطاء 70% من المواطنين أو المقيمين في الولايات المتحدة للجرعة الأولى من لقاحات كورونا، خاصة أن يعني وصلت النسبة الآن لنحو 65%، وبذلك تكون الإدارة الأمريكية الحالية قريبة للغاية من تحقيق الهدف الذي أعلنت عنه لدى توليها المسؤولية في يناير الماضي. تحدث أيضا عن أنه تم إعطاء جرعتين كاملتين لنحو 147 مليون مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بجانب المواطنين بالتأكيد. وتحدث أيضا عن أن هناك تخوف في بعض الولايات الجنوبية من تلقي لقاحات كورونا وعزوف عدد كبير من المواطنين عنها، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي، لأن التطعيم الآن مرتبط بشكل كبير بتحصن الاقتصاد لإعادة يعني لاستمرار افتتاح الأنشطة التجارية والصناعية والترفيهية. سئل بايدن من أحد الصحفيين هل متحور الجديد دلتا قد يؤثر على فتح كامل الأنشطة في الولايات المتحدة وقد يعيد الولايات المتحدة إلى فترة الإغلاق مرة أخرى؟ أجاب بايدن قال لن يحدث ذلك في الفترة القادمة، أنه حتى الآن التقرير يشير إلى أن متحور دلتا لن يؤثر بشكل كبير على أوضاع الولايات المتحدة الصحية، لكنه في نفس الوقت قلق من أن المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحات كورونا حتى الآن قد يكونوا الأكثر إصابة بهذا المتحور الجديد وآثاره السلبية الأشد حقا وفقا للأطباء وخبراء الصحة من فيروس كورونا. وبالتأكيد يعني يخشى لدى الأوساط الطبية من عزوف عدد أكبر من المواطنين قد يؤثر سلبا على النتائج الجيدة التي وصلت إليها الإدارة الأمريكية الحالية في عملية إعطاء اللقاحات الخاصة بكورونا. كريم، أنا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات.